طيب يعني بما انك ذكرت الجماهير، هل من المتوقع النهارده نشوف عدد جماهير بقى كمان بشكل اكبر، لان المنافسه امام فريق كبير وهتكون في متعه لاي جمهور بيحضر ان هو يشاهد نجوم بحجم كريستيانو رونالدو وساديو ماني لو فعلا شارك؟ بص يا استاذ ابراهيم، اللي لازم يعني يكون متاكد انه الملعب هيكون مقفول جماهيريا، هيكون مقفول. يعني مثلا انا كنت في مباراه النصر الاخيره واتحاد المانشستيري، الملعب بالنسبه لهم مقفول من اجل رؤيه رونالدو، ما بالك لما بالظبط. بقى فيه ساديو ماني كمان، فده هيبقى مقفول. الجزء اللي هيبقى مخصص لجمهور الزمالك ناحيه الثالثه يمين هيكون برضو مقفول، جمهور الزمالك اشترى التذاكر المخصصه ليه، ولكن الملعب هيكون مقفول. يعني ليه؟ يعني يكفي اقول بالظبط، لحضرتك ان بجماهير مباراه بشكل عام جايه تتابع اللقاء حتى لو مش بيشجعوا فرقه بعينها يعني. بالظبط، يعني انا هقول لحضرتك ان جماهير النصر في المباراه اللي فاتت كان عدد الحضور في الملعب، والملعب يعني من يعني حوالي 20,000، كان عدد الحضور 16,000 بالنسبه للنصر. فلا، الملعب هيكون مقفول النهارده تماما من الناحيه الجماهيريه.